طبعا أي شخص ما عنده طبقة دم لأي منطقة جغرافية موجودة عنده بيقدر إنه يستورد هاي الطبقة من خلال برنامج الجوجل إيرث برو. فإحنا بنكون بفتح برنامج الجوجل إيرث برو لإنشاء طبقة دم على أي منطقة جغرافية موجودة عنا. بعد ما نفتح برنامج جوجل إيرث بنروح على أي منطقة جغرافية إحنا مهتمين نأخذ منها بيانات ارتفاع. موجود عندي بيانات كنت بإنشائها سابقا، بقوم بإلغاء هاي البيانات، نعملها ديليت علشان نقوم بإنتاج أو إنشاء بيانات جديدة. بنروح على هاي المنطقة مثلا أو أي منطقة إحنا بدنا إياها مهتمين فيها. من خلال برنامج جوجل إيرث في عنا هاي الأيقونة نسميها Point Elevation. إذا أنا قمت بإضافة نقطة عشان أحدد المنطقة اللي أنا بدي إياها. بعد ما نحدد المنطقة بقدر أحدد أي منطقة ثانية. لو رحنا على هاي المنطقة مثلا نحط مؤشر الماوس في هاي المنطقة ونضغط على إضافة جديدة، سميها أي اسم إحنا بدنا إياه، تظهر عنا بهذا الشكل. إحنا هيك بنقدر نعمل زوم على أي منطقة بدنا إياها. دبل كليك عليها بوجهنا الجوجل إيرث على المنطقة اللي بدنا إياها. هاي المنطقة اللي إحنا المطلوبة نقوم بأخذ نقاط، كل نقطة فيها فاليو معين عن الارتفاع. بعد ما علمنا المنطقة نروح على هاي الأيقونة لإضافة مسار. نسمي المسار إحنا أي اسم بدنا إياه، نسميه Study Area، منطقة الدراسة مثلا على سبيل المثال. ونقوم بالنقر على أوكي ونقوم برسم عدة نقاط. ظهرت عندنا Study Area في هاي المنطقة، نضغط عليها دبل كليك، نروح على إضافة المسار، نقوم برسم المنطقة بهاي الطريقة. هاي رسمنا مستطيل أو مربع، ومن ثم نقوم بإنشاء نقاط داخل هذا المربع بأي طريقة احنا نشوفها مناسبة. طبعا كل ما زاد عدد النقاط بتزيد دقة الارتفاع. نكتفي بهذا العدد من النقاط، بعدها بنضغط على أوكي، بنقوم بتصدير المسار اللي قمنا برسمه من خلال ضغط رايت كليك ومن ثم حفظ، ونختار مكان الحفظ نسميه Add Point، ونختار نوع الحفظ KML، ونضغط على Save. بعد ما نقوم بحفظ هذا المسار على جهاز الحاسوب بنقوم بفتح موقع GPS Visualizer، موجود عندنا الرابط داخل وصف هذا الفيديو. نقوم بفتح هذا الموقع، وبعد ما قمنا بتصدير مسار من جوجل إيرث نروح على هاي المنطقة نختار الملف. طبعا الملف اسمه Add Point Path، نضغط على Open، ومن ثم نعمل تحويل لارتفاعات. فبتم إنشاء نقاط كل نقطة فيها قيمة، هاي القيمة بتعبر عن الارتفاع. نضغط على تحويل، بعدها بتم فتح هاي الصفحة، بنروح على تنزيل. لما نقوم بتنزيل هذا الملف نقوم بحفظه بأي مكان مناسب. طبعا انا اقوم بتنزيل هذا الملف داخل ملفات المشروع. لو رحنا على الـ RGS Pro نروح على صندوق الجيو بروسيسنج، نروح على صناديق الادوات، ونروح على صندوق الادوات الخاص بالتحويل، ونروح على مجموعة ادوات الGPS GPX to Feature. احنا موجودين داخل مجلد الخاص بالمشروع، هاي مكان الحفظ، بنختار هذا الملف وبنعمل اوكي. طبعا الاوتبوت تايب هو عبارة عن بوينت، نقدر نختار بولي لاين لكن الافضل طبقة نقطية. نضغط على رن، طبعا الاوتبوت طلع بهذا الاسم.
أنا بقدر أقوم بتغييره، لكن خليه نفس الاسم. نقوم بإغلاق جميع الطبقات، فقط نشاهد هاي الطبقة اللي احنا قمنا بإنشائها. نقوم بتحويل هاي الطبقة إلى طبقة من نوع راستر لتعبر عن الارتفاعات. ليش احنا نقوم بتحويل إلى طبقة راستر؟ لأنه موجود في لأنه في عنا عدة نقاط، وفي عنا مناطق خالية من النقاط. فالمناطق الموجودة عنا هون ما في عنا ولا أي نقطة، لكن منطق هون في نقاط. احنا هون بنقوم بعملية اسمها interpolation أو إقحام، لملء خلايا غير معروفة قيم الارتفاع وتصير معروفة قيم الارتفاع. هيك احنا بنقوم بتحويل مجموعة نقاط فيهم قيم الارتفاع لطبقة دم. نرجع على الجيو بروسيسنج، بنروح على صندوق أدوات، التحليل المكاني، ومن ثم على مجموعة أدوات الانتربوليشن. طبعا في عنا أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب لإقحام الطبقة النقاطية لإخراج دم، لكن أفضل طريقة هي الـ IDW. قبل استخدام الأداة، لو رحنا على هاي النقطة على سبيل المثال، نشاهد القيمة. طبعا هاي النقطة ارتفاعها 373، وهاي النقطة ارتفاعها 778، والنقطة اللي جنبها 767، لكن المناطق عندنا اللي هون ما في عندنا ولا أي نقطة. فراح يتم ملء هدول المناطق اللي ما فيهم ولا أي نقطة بقيم جديدة بناء على النقاط المجاورة. أي هي عملية الإقحام بشكل بسيط. إذن بقوم بإضافة الطبقة النقطية، نختار الحقل الخاص بالارتفاع، الحقل اسمه Elevation. لو رحنا على هاي الطبقة رايت كليك Attribute Table، نشاهد عنا عدة حقول، لكن الحقل المطلوب موجود عندنا باسم Elevation. الاوتبوت كيف يكون اسمه؟ نقدر احنا نسميه دم او اي اسم احنا بدنا اياه. حجم الخلية، طبعا كل ما صغر حجم الخلية بتزيد الدقة، وكل ما كان حجم الخلية كبير بتقل الدقة. والافضل ترك القيمة اللي بتيجي عندنا هون باي ديفولت، وباقي الاعدادات نتركها افتراضية زي ما هي. بعدها بنضغط على Run، وهيك احنا قمنا بانشاء نموذج ارتفاع رقمي. طبعا بتلاحظوا انه النقاط بتحسوها غير متطابقة مع طبقة الدم. بكل بساطة بنقدر احنا نروح على هاي الطبقة النقطية ونعملها رايت كليك وبروبرتيز، بنحكي لها من خلال الاليفيشن انها تكون على الارض، نعمل اوكي، نعمل زوم تو لاير. هيك قمنا بضبط طبقة نقطية على طبقة دم. طبعا طبقة الدم هاي بقدر أقوم بنقلها من خلال السحب والإفلات داخل الفئة الخاصة بسطح الارتفاعات. طبعا في عندنا نموذج ارتفاعات عالمي أو تضاريس 3D عالمية، وفي عندنا دم محلي أو إحنا قمنا بإنشائه. طبعا في عنا طرق كثيرة للحصول على دم. ممكن في عنا مواقع كثير، بنقدر احنا نختار اي منطقة جغرافية بدنا اياها ونقوم باقتطاع هذا الجزء ونحوله لدم. وايضا ممكن من خلال نقاط الرصد الميداني والعمل الميداني الخاص بالمساحين انه يتم نقل مجموعة نقاط فيهم قيم الارتفاع، وهاي الطريقة بتكون افضل طريقة لان دقة الارتفاعات بتكون فيها جدا ممتازة. لكن احنا اللي بهمنا في طبقة الدم هو التعليم فقط لا اكثر. نقوم بازالة هاي الطبقة النقطية، وبنرجع على الطبقات الموجودة عندنا، نعمل زوم تو لاير. واول طبقة راح يتم التعامل معها هي طبقة الابنية. عندنا مجموعة من الابنية، وقبل ما نقوم بالشغل على الابنية ضروري جدا نتأكد، او احنا بنقدر نقوم بعدة تحسينات على هذا الماب. تقدروا تجربوها وتختاروا الاعدادات المناسبة. فمثلا لو رحنا على
خصائص هذا الماء بنعمل له رايت كليك وبروبرتيز. طبعا الافضل ان اكون بعرض وحدة الديسبلاي بالوحدة الموجودة داخل هذول الطبقات اللي هي المتر، ووحدة الارتفاعات ايضا متر، وايضا من خلال هاي القائمة انا بقدر اتحكم. بعدة اوامر بقدر مثلا ازيد هاي من 30 اخليها 60. طبعا اي تعديلات موجودة عندنا هون او خصائص احنا بنقوم بالتعديل عليها ومشاهدة النتيجة للوصول الى انسب اعدادات وانسب خصائص احنا بنشوفها مناسبة.